مرحبا حبايبي، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم نيلي مع أطيب معكرونة الفوتشيني يلي مقاديره 500 غرام من المكرونة مع 2 لتر من الماء المغلي زائد معلقة كبيرة من الملح، 700 غرام من صدر الدجاج يتبل فلفل أبيض وبودرة ثوم وملح وماجي، 5 ديسلتر من كريمة الطبخ، 2 معلقة من زيت الزيتون، 2 معلقة من زيت القلي، 50 غرام من الزبدة بصلة زائد 4 فص ثوم، نصف كيلو من الفطر الفريش، ملح وفلفل أبيض وأوريغانو وجبن، يفضل جبن بارميزان بس إذا ما في جبن نوع من الجبن يعني، وقليل من البقدونس وقليل من البصل الأخضر. والمقادير مكتوبة على الشاشة. أول شيء نقطع صدر الدجاج، نقطعه نحط ملح وفلفل أبيض وبودرة ثوم زيت زيتون ونخلطهم مع بعض، بعدين نحط زيت مشان نقلي فيه صدر الدجاج ونحطهم هيك نقليهم، والقلي ما بده كتير يعني بسرعة بينقلوا قطعة صغيرة لأنه ما بدنا نحمره كتير كتير لأنه بيروح طعمته بصير ناشف يعني. هيك نقلبهم يبيض، نقلبه على الطرف الثاني هيك لما يخلص الكمية كلها. حطينا القسم الثاني، انا حطيت وغطيته وخليته على طرف، بعدين نحط المي على النار، مي مغلية انا حطيت رأسا مشان بسرعة يعني، وحطينا ملح وغطينا، وهذا مباشرة صار وصفيناه كمان هيك صفينا، وحطينا باقي الفروج كمان صدر الفروج يعني، وهيك مباشرة تنتبهوا عليه يعني ما كتير بدو على النار يعني، يغلى مية المعكرونة منزلة فيها، والوقت حسب الوقت المكتوب عليه. وهون نبلش نمسح بس مسح الفطر، هذا فطر فريش بده مسح فقط. وبعدين نبلش نقطعهم قطعة كبيرة يعني، بعدين نحط الزبدة وزيت، حطينا البصل نقلبهم مع بعض، بعدين توم هيك قطع كبيرة نقطعهم عفوا ونحطهم، بعدين ننزل عليه يدبل شوي وننزل عليه الفطر المقطع، بعدين نحط التوابل في الأبيض وبودرة الثوم ونحركهم مع بعض، بعدين ننزل الفروج عليه ونحط كريمة الطبخ. بعدين شفت انه محل قليل، قمت نزلت المكرونة بمحل أعمق، نزلت المعكرونة المسلوقة والفطر مع الصدر الدجاج، وحطيت معلقة ماجي، وحطينا نصف كاس من مية المعكرونة المسلوقة، وبالأخير نشف شوي، بعدين حطينا جبنة. هون إذا عندكم جبنة بارميزان كمان أفضل يعني، بس ما كان أنا عندي، ونحركهم هيك بشوكتين يعني نحركهم. هون آسفة إنه الصورة بطيئة شوي، تحملونا هيك نحركون شوي شوي، وشوي كمان زدت كمان شوي جبن كمان، حطينا البصل وحركناه كمان وشوية مي كمان، حسيت انه ناشف، هو لازم ما كتير ناشف يكون هالأكلة، وغطينا لبين ما يعني على نار هادي. هون آسفة كمان الصورة بطيئة، بالأخير نحط له أوريغانو، نقلبه آخر قلبة يعني، ونحط البقدونس. أنا ما بفضل إنه ينطبخ البقدونس، بالأخير حطيته، وهيك قلبناهم مع بعض كمان، وصارت وصفتنا جاهزة. وإن شاء الله عجبتكم الوصفة، وإذا عجبتكم لا تبخلوا علينا بلايك وكومنت، وشكرا لمتابعتكم حتى النهاية، أقدر اهتمامكم ووقتكم الثمين، وإلى اللقاء في وصفات قادمة. هيدو.